شباب هلا بدنا نحط علامه للصبايا، سمعتون؟ قبل ما تبرموا لحتى تشوفون بدي بلش هلا مع ريام. يلا مازن علامتك بليز. عظيم. يحيى، ميرسي. حسين، كثير منيح. محمد، كثير منيح. هلا بننتقل لنور يلي عم بتكب سم، يلي عندها حيه عم بتكب سم يلي كلها تاتو، بدها شاب يتقبلها مثل ما هي وبتحس انه الحياه معها مغامره وبتستاهل. مازن علامتك. ثانك يو. يحيى، حسين، محمد، طيب هلا رح ننتقل مع ليال. يلا مازن كثير منيح، يحيى كمان، حسين الله واحد، ومحمد اثنين. زقفة. ننتقل لرنا. رنا مش عايشة ولا علاقة حب، بس هي منا فاشلة بالحب، بدها تبج موهبتها بحدا منكم. مازن، يحيى، حسين، محمد. ننتقل لاخر صبيه معنا الليله، رانيا يلي هي بينك بانثر العرب. تجوزت على 18 سنه وبالاخر ما مشى الحال، كان يلحقها الناظر على المدرسه، عندها ولدين ومجبور يحبهم. مازن، يحيى، اوكي، حسين علامتك بليز، ثانك يو، ومحمد كثير منيح. زقفه للصبايا. خلينا نشوف هلا العلامات على الشاشه حتى نعرف مين اول لوزر ان لاف عنا الليله. ريان 26 نقطة، نور 27 نقطة، ليال 8 سوري رنا 17 ورانيا 30. ليال تتفضل لعندي بليز. يعني شكلهم هون الرجال بحبوا انه انت تقولي ايه بالعلاقة كمان. بدك تفرضي رأيك، تعالي لعندي هون بليز. ليال اخر كلمة للشباب. سوري بس انتم ما بتقدروا بقدركم. ثانك يو ليال. شباب شو رأيكم بليال؟ تمام عادي يعني. وهيك ودعنا ليال ورح نطلع هلا مشاهدينا بأول بريك، ومن بعد الشباب رح يرجعوا يشوفوا الصبايا لأول مرة. بريك ومنرجع. الشباب حطوني علامة واطية لأنه هن مجتمعهم بحبوا المرأة الفاجرة واللي بيتبهدلوا قدام العالم وما لهم رأي هن. بالعكس أنا وقتها قلت رأي الزلمة بيهمني، مش بيهمني يعني رأيه مفروض علي مفروض، بالعكس بالتفاهم بيني وبينه ساعتها رأيي ورأيه متشاركين مع بعض. أنا حكيت علاقة كنت أحكي مع كان شخص أحكي معه كنت عم بحكي الصراحة، بس هن بيحبوا الكذب هاي مشكلتهم. صبايا، ريام هيدا نسألك، من ورا مين عايش بك لهلا؟ محمد لأني بحب الشعر الكيرلي. عظيم، بلشت تركب قبل ما يبرموا. ممكن. شو يا نور؟ هلا مبين حسان في ايده تاتو. بس من ورا التاتوز. ايه هالشيء اللي بلفت نظري. عنده مسكة ايد تنسجم معي. رنا. يحيى حبيت المكتوبة عليه ببريف. منيح لبست السواتشيرت الصح اليوم يا يحيى. رانيا، والله شي بحير، شو بدي اقول لك؟ رانيا عم تعمل تمثيل مطال. بدك اياهم اربعتهم؟ مش غلط. ليش لا؟ ليش لا؟ هلا هن كلهم مهضومين يعني ما فينا ما بدي زعل حدا انا، بس حسين. طيب عظيم. خلينا هلا نشوف الشباب وين رح يكبوا عينهم. فهلا رح يبرموا الكرسي على 3 2 1
شباب برومو. هلا عم بيصير في تبادل انظار وتبادل مشاعر، شو عم بيصير؟ تبادل كصف هلا بده يصير. شو يحيى وين كبت عينك دغري؟ ليك اسم الله كلهم حلوين، انا بحبك ابلش من الاول. بتبلش رشق؟ لا يا رشق بس من هون اول شيء وانا نازل. عظيم. حسين شو حسيت؟ هيك مثل ارتخت اعصابي ما بعرف حسيت اي ما هيك يعني لك ان شاء الله. والله شايف بعيوني. نور ضرب عين عليك؟ لا انا ما ضربت عينه، انا قلت في تاتو على ايده بس ما ضربت. شو ضرب عينك على التاتو؟ اوكي ضرب عينه على ايدك. على ايدي هذا غدي ايدي اطلبيها بتضل حالي. شو محمد شو عم تحس؟ الحلوين ما شاء الله عنهم. حدا عنده شيء؟ شو يا مازن؟ انا للصراحه عن جد يعني كل شخص عنده كاركتر خاص فيه وعنده اشياء حلوه فيه، يعني ما فيك تقول حدا احسن من حدا او احلى من حدا، كلهم رائعين بس بيتميزوا كل شخص بشيء حلو. لحديث هلا في كثير دبلوماسيه، اللي رح يصير هلا بالفقرات الجايه بدنا نتعرف على بعض اكثر، رح يكون في العاب وتحديات واسئله، حتتعرفوا اكثر على بعض وحنركب روس مع بعضهم. رح اعطي الصبايا هلا اربع سيناريوز، كل صبيه رح تختار شاب، بتعرفوا شو انا رح اختار لكم الشاب؟ لانه انا بلشت احس بهيدي الفايب بيناتكم. بدكم تقوموا لهون تفرجوني انتو كيف ممكن تتصرفوا بمكان عام. إذا عجبك شاب معين، ريام رح بلش معك، بما أنه أنت حبيت الشعر الكيرلي رح كبك على محمد. أوكي. أنت هلأ بمول ومحمد شخص كتير مشهور على السوشيال ميديا، فاتح لايف بالمول وأنت عامل كراش عليه، يعني بدك فرصة لحتى تتعرف عليه وما بدك يتعامل معك كفان. ريام محمد تفضلوا لعندي بليز، مسلولنا هيدا السيناريو وأنا حوقف هون. سوري انه معقول عم بطلع بهالطريقة. نعتذر. فيكي تنطريني لحظة؟ مش أنت يلي عادة بتصور بهالوقت عطول؟ مشغول ايه صح؟ ايه مشغول بس في لحظة لخلص. اوكي بس صراحة خسرت ما تطلع باللايف معي. ليه؟ ليه لا؟ فينا نطلع سوا؟ أكيد تفضل. يلا. وظبطين. محمد هيدا أول مرة حدا بشوفه فاتح لايف هيك. قول شي. مركز معي ضمنيا. اسم الله كتير حلوة. معقول تقنعك ريام إذا أجيت هيك عليك؟ صراحة إيه. طيب رح ننتقل لسيناريو الثاني. أنت هلأ عند الاستيسيان تبعك. أوكي. وبيفوت حسين. لك ملا عيون. لك ملا تاتوز. لك ملا صدر. شاب حلو. عجبك. وفهمت من الحديث إنه هو ابن الاستيسيان تبعك. بدك تطبقيه وهي امه موجوده معه. تفضلوا لعندي فرجوني شو بيصير. هي بدها تطبقني يعني بتطبقها؟ ايه هي اللي بدها تطبقيني. يلا نور طبقيه. طبقيني. دخلك عجبوك ضفيره؟ هلا كلك عاجبتني مش بس ضفيرك بس ايه الماما عملت لي اياهم. الماما عملت لك اياهم. اعمل لك شيء ثاني انا اذا بدك. عم بتعرف؟ ايه اوكي بتعرف كل شيء. فينا نجرب شوي. جربة؟ إيه؟ يلا يلا مطرحكم بليز. مشاهدينا رح نطفي الكاميرايات كرمال حسين ونور، نحن ما بنتدخل من هون ورايح شو بده يصير. يلا طف. نور اذا حدا امه اللي عم تعملها ضفيره كيف بدي اتعرف؟ كيف ما بعرف. ما اجى عليك من الاخر الزلمه. يعني ولا عزمك على كاس ولا عشاء ولا شيء. اوكي لا بحب بلش دغري. زين انت بالعرض بتفوت دغري؟ لا مش لهالدرجه يعني بس انه شوي 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 شوي. رنا سيناريو الثالث رح ارجع معك شوي لورا لزمن الكورونا المقرف ما له عازه. انت مزبطه حالك من فوق من هون ومن تحت في بي جيز بالبجاما وانت هلا بميتينغ على زوم، ميتينغ شغل، في 40 بني ادم وبتشوفي عمك يحيى شاب حلو لقطه شايفتيه على الزوم، اكيد وقت الكونكشن تكون ظابطه، مش عم بغبش وعم بيقطش، وبين كل العالم عجبك، واذا ظهر من هيدي الزوم ما معك ولا رقمه ولا الكونتاكت ولا بتعرفي مين، بس مكتوب اسمه. رنا يحيى، فرجونا العجايب هون، عجايب الاونلاين. تعالوا عندي بليز، انتوا على زوم، على الكمبيوتر، زقفه لاثنين. حط بعض، قرب عليها، قرب عليها بعض، ايه هي
بونجور يحيى. قالوا لي انت الاي تي؟ يا بتقدر تجي بليز تظبط لي الكمبيوتر؟ اكيد اكيد اكيد. وين اللوكيشن تبعك انت؟ مارت اوف ليبانون. اذا فعلهم هلا كورونا في منع سفر وما في يجي وهيك، بس انه رح يزبطها ما تخافي. وصايه شو يحيى؟ بتفهم عليها انه هي عم تضحش عليك بهالطريقه؟ بدي اكيد 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 بين كل هالعالم تتفاعل او بين هالأربعين حدا اللي كانوا معنا على الشاشه اكيد بين. شو انت ليك شايف شوي مستحيه؟ انا برايي الشخصي هو عاجبك بالحقيقه، عاجبك الزلمه. كلهم مهضومين يعني. اول ما وصلت لهون انا كنت عم شوف عن قريب سكسف اجريك. لا انا شوي خجوله بالعاده. سكوا يعني؟ انا خجوله. انا شفتهم زافي لرنا. ثانك يو رانيا. اخر سيناريو إليك، ركزي معي شوي لانه هيدا شغله عم بتصير هلا بحياتنا الواقعيه وممكن تصير معك وتصادفك. انت باول شهر نزلي على البنك لحتى تقبض هالقرشين يلي بتقبضيهم. شوي بتسمعي اصوات بالبنك جوا، العالم كلها موتيه راسها، الصرخه طالعه جايه. ذكر مازن بده ياخذ مصرياته بالبنك بالقوه، الكل عم بيرجف من الرعبه، بس انت طلعت هيك جوا قلت اوف هيدا هو اللي بدي اياه انا. الرجال رانيا مازن فرجونا بليز شو بدكم تعملوا. وقفوا محلي هون كثير منيح حتى نشوف. مصاري ما عم بيعطوني اياهم بالبنك، بدي اخذهم غصبا عنهم. واو شو هالجنتل انت. بدي نجيب مصرياتي انا. برافو عليك يا هيك رجال يا بلا. ولك يقبرني شو رجال. ميرسي لك، بس المصاري اهم من الدنيا كلياتها. ولو هالجمال اللي قدامك مش معاجبك؟ بلا، بس المصاري كمان اهم لإلي. وانا بعد المصاري. طب امشي وشو بدك بالمصاري تعال. يلا اوكي. مازن محله يعني اذا انتبهتوا مشاهدينا انت عم تقرب عليه وهو عم بيرجع هيك. لاحظتي مثل الفاكس رايح هيك على الشمال. لوين هربين منا؟ بعدين انت اذا فايت على بنك عم تقول لك انه بدي مصرياتي كلهم بيقولوا لك حي هروب فل. بدك تكون يعني هيدي بدك تعملها هيك. معقول تقنعك رانيا اذا انت فايت هيك شايف احمر وهشت عليك قالت لك هيدي انا؟ هلا هدفي بيكون بالمصاري، المصاري بيرجع اوكي معقوله. يعني عن حظي. شفناكم هلا، هلا صار لازم نشوف كيف انتم بتفكروا. نركب عقولكم على بعض بفقره الماتش ميكينج. جاهزين للاسئله؟ يلا زقفه لاثنين. رح نبلش معك يا ريام. انت وشريكك عندكم اصحاب مشتركين وعن غير قصده حطك بموقف كثير بشع قدامهم ورجوليته ما خلته يتراجع عن اللي عمله. اوكي شو بتعمل؟ هو المفروض يرجع ينحكى بالموضوع على جنب بيني وبينه. اذا كان هيدا الشيء عن قصد بلا سبب بتكون قلة احترام، ساعتها ممكن يكون في بريك. بينما اذا كان في عنده مبرر او لحظه حس فيها اذا ما عطى رياكشن معينه حيصير في بالنسبه له احراج، ممكن مرق له اياها. ما بتقدر تشيله اياها، بتروحي بريك. يعني انت عندك اياها اوبشن بالعلاقه هيدي اكيد. لا شباب فيكم تغلطوا مره. شو محمد؟ حسب الموقف، اذا كنت واصل لمرحله من التعصيب ممكن ما اعتذر. معقول تحطها بموقف محرج اصلا؟ اكيد لا ريام لا. ميرسي. نور سؤالي لك، اذا شريكك عنده اخته كثير مقربه منه وبلشت هي تعمل قصص بحالها لانه غيرانه منك عم بتصير تقلدك وبتتهمك انه انت عم بتقلديها وخذ لك بقى وهو رح يوقف معها، شو بتعملي بهالحاله؟ انا خليك معه من الاخر؟ اذا بده في فرق بينه وبين اخته لا يضل مع اخته. اعطيتك اياها من الاخر يعني نور خلص. شو يا انسى. لازم يكون في يعني بالانس، يعني هيدا الشيء وهيدا الشيء. اكيد اللي بتعمله اختي غيري اللي بتعمله مثلا صاحبتي او رفيقتي، لهيك بتحلها بتسيطر اكيد. رنا اذا انت كنت بعلاقه وشريكك كان ناشط كثير على السوشيال ميديا يعني أوكي. ما في برايفسي، كيف تتصرفي بالموضوع؟ يعني حسب شو نوع شغله، اذا كان كوتش اوكي، بس اذا كان بلا سبب وهيك انه ما بحبها اكيد. لا بحب حاله كثير
معقول اتقبلها بس ما كتير بحب يعني الفكره. بتسكري له الاكونت السوشيال ميديا تبعه بتقولي له ممنوع انت تعمل هاي السوشيال ميديا؟ بترك له حريه لإله يعني، بس بقول له هيدا البوينت ما كتير بحب اشتغل عليها. مازن بتوقف تنزل هيك قصص اذا شريكتك بتغار على الشغله؟ ما هلا اذا هي بتغار على هيدي الشغله لا بنزل، وبنفس الوقت بستعمل انا السوشيال ميديا للبزنس للشغل احلى. طيب اذا العكس صار، اذا شريكتك سكسيه مثل ما كنا عم نحكي من شوي هلا وطالعه لايف وعم تحكي مع الاودينس تبعها، هلا لالي شخصيا لا ما بتقبل انا. اوكي بس كهي بنت مستحيل. ليه انت بحق لك هي؟ لا هي لان بنت، دائما الشباب نظره للبنت بالسوشيال ميديا او بهذه الاشياء نظره كثير غريبه يعني. شريكه حياتي ما بقبلها تكون هي على السوشيال ميديا. فهمت عليك. بس رانيا. مثل ما انت زلمه زلمه، هي مره مره لو في مساوات هون، ما هي مره وانت زلمه، ما فيك تقول لانه انا الزلمه، ما هي مرة كمان بحق لها عندها شخصية. أنا هيك عقليت هيك راسي. رانيا إذا تزوجتي شخص يلي بتحبيه وفجأة لا سمح الله صرتوا ببيت واحد، عمل حادث، صار عنده إعاقة معينة، بطل قادر يتحرك، يقبر قلبي، كيف تتصرفي؟ أكيد بعطيه حنية وعاطفة وبعطيه معنويات، هي أهم شيء، وقف جنبه تهتمي فيه لو شو ما صار. زقفة لرانيا. ريام إذا فجأة تغيرت معاملة شريك إليك وشكيت إنه من وراء هالغيرة في حدا تاني بحياته، بس هو مجرد إحساس وشك يعني ما عندك شيء تلقطيه؟ هلا إذا ما عندي دليل بتحول لبحث وتحري أكيد، بس بنفس الوقت إذا حسيت وتأكدت ولقيت دليل، إذا كان هيدا الشخص بطل في حب بيني وبينه بتركه بلا ما أقله شو السبب، تبقى قوية أكتر. أخ وجعني قلبي على القضية. بحس في ناقص فيه، بحس في ناقص فيه، بصير بنشغل باله وبفكر، بحس انه هو ناقص في شيء غلط فيه، ساعتها ممكن يترك صاحبته الثانية. اخ شو بتعطيه تشانس يعني. يعني يا محلى الحية تبع نور. ورا البراءة في اشياء كثير. انت ليك عيونك غاطين فيها لريام. طول بالك علينا محمد، هديها هديها يا محمد. ورا البراءة في اشياء كثير. بعد الحلقة بتروح. حسين إذا أنت شكيت بالبنت اللي معك. إيه. كيف تتصرف؟ يعني بترك لحتى القط الدليل، يعني ما بعلق يعني لا بعيط لا بعمل ولا بعمل شيء. يا اخي منك مرتاح يعني في شيء تغير فيها. ماني مرتاح خلص يعني، بترك كل شيء عم فكر فيه وبس بفكر بهالموضوع. بصير بحث وتحري. بس ايه بحث وتحري، بس اكيد ما بخليها تحس باي شيء. اكيد ما هو بحث وتحري، ما لازم تشوفي. شكله حسين عنده خبره بالموضوع. ايه قد ما بدك خبره. ايه زقفه لحسين بكل شيء. نور إذا أنت ظاهرة أنت وشريكك المستقبلي على جبل عم بتقضوا ويك إند مع أصحابه، هو توصلي بتشوفي إنه أكسته هونيك، ما بقبل فوت. ما بتقبلي بأي طريقة بتكبي سطل المي عليها مثلا أو لا يا أنا يا هي بالمطرح أكيد، لأن ما حكون متقبلة وجوده، يا أنا يا هي بالمطرح. بس هو بحبك لإلك خلينا نقول. أنا وياه من هو منه عارف إنه أكسته هونيك بالجبل. وإذا هي رفيقتهم ايه ما لانه هيك لو ما انه عارف اوكي وصل وشافها فما لازم يكون. انا بختلف مع نور. هلا بما انه احنا تاركين وما بعرف انه هي بالجبل معنا او وات ايفر وين، انا كيف تتصرف في لحظتها؟ انا هلا اكيد حكون انا مع صاحبتي اللي هي معي. لا بس بلحظتها يعني هي منا قادره تقضي الويك اند هي وعارفه اوكي اذا حتقضي الويك اند معي فينا انه حتقدر. اوكي ما حتقدر اكيد انا حارجع يعني، لانه ما معقول انا اكون مرتاح. هلا هي ما حتكون مرتاحه اكيد، بس انه انا حكون مش ذنبي انا. خي ما بتعرف بركي اذا مثلا نور علقت انت وياها بتروح للاكس موجوده عندك. هل مزبوط هالشيء المعقول يصير؟ وانا حدا دغري بعصب يعني اي شيء دغري بنفر. عندك بلان بي هون. رنا من بعد ما انت ارتبطتي سنه مع شريكك اجى عم بيعرفك على امه، بس امه عم بتحسسك انه مش طايقه وجودك وعم بتفهمك انه بدها تجوزه لبنت خيه. اكيد ما بترك له مجال اذا كنت انا وياه كثير متفاهمين ومنحب بعض، لا انا ولا هو انه تتدخل هي او تدخل اي حدا بيناتنا، بس اذا ما كان في اتفاقيه بالعلاقه وما كانت هيديك العلاقه القويه والروابط القويه بيناتنا. بس اذا ما في اتفاقيه بينك وبينه مش هيوصل لمرحله ياخذك يعرفك على اهله. ما بحب انا الشاب اللي بيندار مثلا انه خلص بتحبني لإلي اوكي، بس اذا ندرت وبحسك انه اوكي بدك تندار من اول طريق انا كمان بستغني عنك يعني. ما بتجربي يعني تتقربي من امه لو هي؟ هلا بجرب اتقرب من امه، بس اذا لقيت هو استغنى عني مثلا وعم بفكر بالموضوع ما بجرب بفوت، لانه بحبه هو كمان متمسك فيه يكون. مازن
يس. اذا صار هيدا الموقف خيي ايه هلا البنت اللي بدها تحبني هي قبل ما تحبني اكيد دغري حتحكي مع امي تحب امي قبل ما تحبني لالي. هيدي الحب الحياة دايما. اذا امك هي يلي عم بتلبط فيها ضل لانها بتحبني رح تستحمل وتقول لي كرمالك انه يا مازن وهيك رح تتحمل كثير لانها بتحبني فرح تتحمل كل شيء كرمالي. طب اذا انت رحت لبيت اهلها اوكي وبي حسسها انه ما بده اياك ناخذها خطيفه اكيد. رانيا بعد حب سنين علاقه طويله قبل الزواج بيجي لعندك بيقول لك انه انا مشاعري لك تغيرت صرت حبك مثل اختي. يا حياتي. ماني قادر بقى اكون بعلاقه انه انت البست فريند تبعي برتاح لك كثير ومثل اختي كل هالسنين مثل اختك. ايه هيدا مثل ما بيقول المثل مثل خيي واعز وعن الفرشي ما بينعز. الله يا على الفرشه يا لز حسين عم بيضحك صايره شكلها صايره معه صايره معه لا صايره لا في الحسين مش صايره معي بس شو عم بيضحكك بدنا نعرف كلنا اللي عم بيضحكني انه انت عم تقول انه قال بعد كل هالمده قال خلينا اخوه ما بقى طب واتخذ الفرش الاولاد اللي بيناتنا وينن هو خبركم شغله انتو اقوى خرطوشه عندكم تجوا تقولوا لشاب انا بحبك مثل خيي ومثل رفيقي وبتكبونا بزباله فثانك يو ثانك يو انا هيدا اهين شيء اهين شيء فيكم تقولوا ومشاهدينا كمان بيوافقونا على هذا الرأي 100% والشباب كمان ايه اكيد ريام انت تزوجتي وصرتوا عايشين تحت سقف واحد وكل الاخبار يلي هو كان عم بيخبرك اياها عن حاله وهو كيف بيتصرف وكل شيء طلعوا كذب يعني معيشه كان بالكذبه بالوهم هلا اذا هو بالاصل هيك طبع صعب يتغير فانا بفضل انه انا بطل كفي تما كذب على حالي وسنين الحب يلي عشتيها معه بتروح دعان يعني مثل ما هو كذب علي بعتبرها هالسنين كذبه بتوفق بحدا احسن زي ريام يحيى يا في حال صارت معك هيدي الشغله تزوجت وطلعت وحده تانية هلا هيدي النقطه اللي بدي اقول لك اياها انا انه بحس صعب انا مثلا اختار بنت واتجوزها وما اعرف ماضيها شو او اعرف طبعها او اعرف كل شيء عنها لهيك بحس انه صعب تتغير البنت بيوم وليله او فجاه يعني ما معقول انا مثلا كون بعلاقه مع وحده سنه او اثنين وبعدين اتجوز وارتبط مثلا انا وياها ولاقيها تتغير ثاني يوم بس وقت اثنين يصيروا يعيشوا بنفس البيت في كثير قصص فيك هلا حتتغير اكيد بس ما بحس انه حيكون في فروقات كثير هلا اذا صارت ووصلنا لمرحله انه ما حنقدر نكفي خلص بس بضلك مسيطر هلا اكيد سؤالي الاخير هلا هيك نساله لرانيا رانيا في حال كان شغل الشريك بحطه بتواصل مباشر جسديا مع النسوان زي هو كوافير هو ما بيلبس محبس ما بحب صغير على اصبعه مش عم بيقدر يعطي باصبعه مزبوط وعم بيقص بهالمقص بيفكروه عزابه كل هالصبايا وبيشكوا عليه هلا يشكوا هن مهم هو ما يشك ثقه صبايا هلا سمعناكم وركبوا الفايبز وعرفنا كيف بتفكروا بعضهم الشباب بنقطه قوه هلا بدهم يحطوا لكم علامات على حسب انتم شو جاوبتوا هلا ورح نشوف كلنا سوا هلا مين تاني لوزر ان لاف الليله زقفه لاثنين رح نبلش هلا بالعلامات مع ريام مازن علامتك لريام كثير منيح يحيى كمان كثير منيح حسين ما بعرف ليه محمد كمان كثير منيح مش ستيلك خي ما بعرف هلا بتفسر لنا بعدين نور مازن اوكي يحيى كثير منيح حسين الله محمد تاتو جابت شغله يلا هلا علامات لرنا مازن يحيى ستة حسين أربعة ومحمد أربعة رانيا مازن كثير منيح يحيى كثير منيح حتى نشوف حسين إذا بيركب الكومبو هلا معنا عم ينزل وعم يرجع يطلع طيب خلينا نشوف هلا العلامات على الشاشه سوا تنعرف مين تاني لوزر ان لاف قلنا الليله ريام 32 نور 28 رنا 19 نقطه رانيا 23 نقطه وهيك رنا بتكوني انت تاني لوزر ان لاف تفضل اللي عندي بليز كلمتك الاخيره للشباب نايس تو ميت يو جود لوك شباب
ثانك يو إليك. ثانك يو. مشاهدينا بريك وبنرجع لأنه رح تولع ما حدا يفل. حبيت الاكسبيرينس بس من يعني الشباب كلهم مهضومين وحبيت انه اتسليت كثير بالتجربه وتعرفت على ناس جديده بس ما لقيت حد مع حالي مع حدا من الشباب يعني يمكن اللي طلعني بهيدي المرحله انه التفكير كثير بعيد ما حسيت في كثير تقارب تفكير بيني وبينه.